فعلى سبيل المثال إخواني قسمونا لحزبين كبيرين جدا تسموهم سنة وشيعة، حزبين كبيرين، وبدوا يدسوا ما بين الحزبين الكبيرين عشان شو يسووا؟ يقطبوا الناس لهذول المجموعتين الكبيرتين، أهل السنة وأهل الشيعة، هذول المجموعتين الكبيرتين. شو بدأوا بعدين؟ يزرعوا ويبنوا الفتن بين هذول الجماعتين. يعني يجوا بطريقة ما، لا اللي اشتروهم بالأحزاب بالمال من أهل الشيعة مثلا، وشو يقول له؟ يقول له هاي أهل السنة تخالفكم في الأفكار، تعال انتقم منهم وأنا بدعمك في المال أكثر، يسوي لك تفجير في أحد مساجدهم. فبقوم هذا شو بيسوي؟ بيسوي التفجير في أحد مساجد السنة. شو بيستغلوا هلأ؟ بيستغلوا الفكر، كيف أنت قبلت أن يصير هذا التفجير في مسجدك ورد عليه، فبتدعموا الجماعة الثانية عشان شو تسوي؟ ترد عليه. هلأ مين دفع هذا ضد هذا ومين دفع هذا ضد هذا؟ الشيطان نفسه. فبتبدأ إيش إخواني؟ المناكفات والصراعات بين الجماعتين الكبار اللي موجودة. فلما يوصل الحال بيناتهم انه صار في خندق كبير او جدار عظيم بين الجماعتين، شو بتم؟ بتم استخدام جماعة كجماعة كبيرة ضد ايش؟ ضد الجماعة التانية.